مرشدة وعاشقة لفن الملحون، سعيدة اليوم بتواجدي في مهرجان الدولي للملحونيات الدور 11، وسعيدة جدا أني التقيت بالجمهور الإنطوري ونشطوا معايا الحمد لله، وهذا اللي كنت كنتظر. وكان بغي في هذا المنبر نرحم على الشيخ ديالي والأستاذ عبد المجيد الرحيمي، إن شاء الله غادي يكون تكريم ديالو غدا إن شاء الله. فكان بغي نرحم عليه، والفضل ديالو كبير كبير عليا بزاف لأنني صارعت على يديه، وكان لي الفضل كبير عليا بتواجدي هنايا، علمني بزاف ديال الحوايج من الكون. فكان بغي نقول الله يرحمه والله يولي برحمته له. بالنسبة لك اليوم صعود الخشبة في غياب الأب الروحي ديالكم والأستاذ مرحوم، في البداية صعبة ما نكذبش عليك، صعبة 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 جدا، ولكم لاحظتوا أن البلاصة ديالو بقات خاوية بزاف، فغادرنا هرم ديال الملحون، كنتمناو ليه الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد العالي بريكي رئيس جوق سجل مسالي فن الملحون. يعني انا ملحونيات شاركت فيها يعني من الدورة الاولى، ودائما هذا المهرجان من حسن الى 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 احسن، يعني درجات يعني كل سنه، الا وكتشوف فيه الجديد وفيه يعني الحفاظ على التراث اللي هو موروث مغربي ووليد تافيلالت، واللي انتشر يعني في جميع ربوع المملكه المغربيه، والتراث يعني ديال المغرب ماشي ديال منطقه اخرى، راكو عارفين يعني اش كنقصد، يعني ان فن الملحون ديال المغرب ماشي ديال شي دوله اخرى ولا هذا، يعني وليد المغرب وليد تافيلالت. وهذا يعني المهرجان ديال الملحونيات اللي دائما كيستقطب جميع الفنانة الكبار، لا من ناحية الفن الملحون ولا من الشكوري ولا من العيساوي ولا من حمادشة اللي كان نسمعهم الآن، يعني دائما الجديد، وكنتمناو لهم التوفيق. الدورة يعني دورة جيدة يعني، وعطتنا واحد الشباب صغير اللي دائما باش يكون الخلف الخلف يعني، وكنحافظوا على التراث دائما، وكيكون التراث مصدر. رسالة للناس اللي محبين هذا. نعم اسيدي. الرسالة لك للشباب. الرسالة يعني أن الشباب خصو يحافظ على التراث اللي هو ديال الأصل ديالنا ديال المغرب، اللي هو فن الملحون وفن الأندلسي والغرناطي، يعني كل هذا الطبوع يعني خصنا نحافظوا عليها، وما نساوش هادشي ديال الحمدوشي ولا يعني ولا الشكوري، يعني كل حاجة نعطيوها اهتمام ونحافظوا عليها باش يكون دائما استمراري. وشكرا. الحمد لله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الحمد لله اليوم كنتواجدوا بمدينه ازمور الغاليه والعزيزه بناسها الطيبين الكرماء. شكرا لاداره المهرجان على الدعوه الكريمه، كنتمنوا من الله نكونوا اننا عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله، ونعطوا صوره زينه في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم واغاني وطنيه. وشكرا لكم وحفظكم الله الفنان مصطفى القمراني.